مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. وكما كنعرفوا في هذا الصباح هذا ولله الحمد مجموعة من المناطق هنا بمدينة الدار البيضاء عرفاش واحد القطرات المطرية، نقدر نقولوا ان القطرات المطرية اللي خفيفة فندعي وكاملين ان الله سبحانه وتعالى ينزلنا من غيث ما عنده، فاللهم سقينا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. فاحنا كنتمناو في بلادنا حنا محتاجين الشتاء، محتاجين ان الله سبحانه وتعالى يزيدنا الشتاء، خصوصا ان قلت التساقطات اللي عانينا منها العام اللي فات. فنتمنى ان هذا العام هذا يكون العكس تماما. في هذا الصباح هذا كيف ما كنعرفوا بزاف المناطق عرفاش واحد التساقطات، نقدروا ان نقولوا فهي قطرات مطريه خفيفه. نتمنى ان منا وبقيت هذا النهار هذا تصب الشتاء بكثره وتعم على جميع انحاء المملكه، فالناس فرحانين، فالمواطنين كيستبشروا الخير ومشفائلين ان شاء الله غتصب الشتاء منا القدام باذن الله. فاللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت يا رب العالمين. فهذا الصباح هذا مشاهدي الكرام وفي هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا فسماء كازا في الاجواء غائمه وقطرات مطريه خفيفه في هذه اللحظات. نتمنوا خير ونتمنوا باذن الله ان من هنا القدام ان شاء الله ان الشتاء تكسر وتعم على جميع انحاء المملكه. هذه الاجواء مشاهدينا الكرام كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر في سماء كازا، كيف ما كتشاهدوا معنا هي اجواء غائمه وغائمه وكتحس بلي الشتاء غادي يصب. فحنا نتمنوا خير ونتمنوا باذن الله ان الحس ديالنا او الاحساس ديالنا ان الشتاء غادي يصب يكون في محله، وان شاء الله الشتاء غادي يصب. كنعرفوا ان بلادنا محتاجه الشتاء، فحنا محتاجين لهاد التساقطات هادو ولو انها تكون خفيفه. فسبحان الله كتصب الشتاء تمنوا خير يا ربي كيف ما كتشاهدوا معنا. فان شاء الله تصب الشتاء وتعم على جميع انحاء المملكه. فهاد الصباح في كازا بعض المناطق ماشي كازا كامله عرفات واحد التساقطات. وحنا الان مشاهدينا الكرام وسط المدينه، فكاينين قطرات مطريه خفيفه في هاد اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا على المباشر. فنتمنوا خير المواطنين يستبشرون خير مشاهدينا الكرام. هذه هي الاجواء، حنا كنقربكم، حنا نحاولوا نقربكم من الصوره، نحاولوا نوضح لكم الصوره كما هي. نتمنى ان هذه التساقطات اللي قليله في هذه اللحظات ان بقيه اليوم تكون باذن الله كثيره، وان شاء الله حنا غنحاول نقربكم كل جديد. فنتمناو باذن الله اللهم سقنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانطين. هذه الاجواء مشاهدينا الكرام نتمنى اننا قربتكم منها.